الآن راح نأخذ مثال وهو تطبيق مباشر لقانون ستيفن بولتزمان. A person of skin temperature of 36 centigrade. شخص درجة حرارة 36. البادي سيرفس أريا للجسم كله مقداره 1.75 متر تربيع. فايند اللي مطلوب من عندنا إنه نوجد النت توتال باور if he receives radioactive power from the surrounding walls 20 centigrade will be about 735 watt. إذن إذا كان يريد من عندنا الصافي القدرة الكلية، إذا كان هذا الشخص يستقبل الـ radioactive power من الـ surrounding wall الجدران المحيطة به اللي هي درجة حرارتها 20 درجة مئوية، ومقدار الـ power إلها 735 واط. طبعا منطينا مقدار ثابت ستيفن بولتزمان اللي هو 5.7 × 10^-12 ثلاثة واط على سنتيمتر تربيع. فكرة السؤال إنه نجد النت توتال باور للشخص، يعني إنه الشخص إلى توتال راديتيف باور، ولكن هو جالس بجوار جدران، هذا الجدار يبعث راديكتيف باور على جسم هذا الشخص. إذن المطلوب أن نحسب صافي الباور لهذا الشخص من دون تأثير الراديكتيف باور للجدار على هذا الشخص. إذن راح نستخرج التوتال راديكتيف باور بدون تأثير الجدران على جسم هذا الشخص، يعني وعدنا الراديكتيف باور للـ surrounding wall، وراح نطرح المقدارين من بعضهم حتى نوجد الـ net total power بدون تأثير الجدران على الجسم. إذن خطوات الحل تكون بالأول نحول درجة الحرارة اللي هي درجة مئوية، نضيف وياها 273 حتى نحصل على درجة الحرارة بوحدات الكلفن. إذا حولنا درجة الحرارة، الآن نحسب الـ total radiative power للشخص per surface area لوحدة المساحة، وحدة مساحة واحدة. إذا نطبق قانون ستيفن بولتزمان اللي هو W تساوي لنا الـ emissivity في السيجما في الـ T قوة 4. احنا بما انه جسم الشخص هو جسم انسان، لذلك راح نعوض عن الاي بالرقم 1. ثابت ستيفن بولتزمان موجود في السؤال، درجة الحرارة حولناها حصلنا على مقدار 309 بالكلفن، تصير القوة 4 لانه حسب القانون حسبنا التوتال راديتيف باور. هاي شنو البير سيربس اريا، يعني مقدارها لوحدة واحدة. اذا حتى نحسب التوتال باور لمساحة كاملة واللي قيمتها موجودة بالسؤال 1.75 متر، يعني المساحة الكلية للجسم، نحسب له التوتال باور كالآتي. إذن total power راح يساوي لنا total radiative power per surface area، الطاقة الكلية لوحدة واحدة راح نضربها لكل جسم الإنسان اللي هي بالمساحة اللي معرضة درجة الحرارة اللي هي 1.75 متر. إذن أنا حسبت total radiative واللي قلنا يعني مقدارها هذا، لحظة مقدارها هذا 0.052، راح أضربه
بالمقدار اللي هو السيرفس اريا اللي هو 1.75 في 10 قوة 4. طبعا هنا احنا عندنا بالسؤال 10 مضروبة بالمتر تربيع، فنحولها للسنتيمتر حتى نساوي الوحدات تحت تصير كلها بنسق واحد، فنحولها للسنتيمتر ضربناها في 10 قوة 4، حصلنا على مقدار التوتال باور. إذا حتى أحسب صافي الطاقة راح نطرح القيمة اللي حصلناها اللي هي 910، نطرحها من التوتال باور علما للجدران حتى نحصل على النت باور. إذا بالنسبة للمطلب الثاني هو حساب انبعاثية الجدران. طبعا راح نطبق هذا القانون. بالبداية راح نحول درجة الحرارة للجدران اللي هي 20 درجة مئوية، نحولها للكلفن، قلنا نجمعها مع 273. طبعا هاي الهيت فروم ذا وول، درجة الحرارة من الجدران. نجي هنا نفس الوضعية، نطبق قانون التوتال راديتيف باور اللي هي الدبليو تساوي لنا الاي في السيجما في التي قوة 4. طبعا الاي هي هنا الدبليو احنا حسبناها او هي معطينا اياها بالسؤال 735. الاي اللي هي المطلوبة من عندنا نحسبها من انبعاثية الاميسيفيتي، السيجما معطينا اياها بالسؤال، التي حسبناها هنا حولناها 293 مرفوع لقوة 4. نرجع نضربها في المساحة لجسم الإنسان، لأن طبعا حتى نحسب الانبعاثية، الانبعاثية هي تعتمد على درجة الحرارة وكذلك على نوع الماتيريال. فإن إذا الجسم الإنسان هو جالس بصف الحائط، ذلك راح يأثر عليه، ذلك راح نحسب المسافة هذه أيضا ونحسب الانبعاثية. بالنسبة إلى موضوع الفيزيكال ميثود of producing heat in the body، طلاب احنا اخذنا يعني مفهوم الحرارة وشلون نقيس درجة الحرارة باستخدام أجهزة قياس خاصة درجة الحرارة. الآن راح نتحدث عن الطرق الفيزيائية لتوليد الحرارة في الجسم اللي هي قلنا physical methods of producing heat in the body. طبعا أحد الطرق العلاج للمرضى هو عن طريق إعطاء حرارة للجسم المريض. إذا هنالك عدة طرق لإعطاء حرارة للجسم. أول هذه الطرق هي الكوندكتيف هيتينج، أي يعني طريقة التوصيل الحراري. الطريقة الثانية الانفراريد راديتيف أو الانفراريد راديان هيتينج، الحرارة أو التسخين بواسطة الأشعة تحت الحمراء. النوع الثالث الراديو ويف هيتينج الالكترومغناطيك ويف. رابعا الميكرو ويف دايثيرمي، أي النفاذية الحرارية للموجات الميكرويف. نجي لأول طريقة اللي هي الكوندكتيف هيتينج. في الكوندكتيف هيتينج يوزد تو تريتمنت ذا سوبرفيشال اريا، يستخدم لعلاج المناطق السطحية من الجسم واللي يمكن تمثيلها بالنقاط الآتية. Conductive heating is used to treat the to treating condition such as، يعني المناطق اللي يمكن أن يعالجها بواسطة التوصيل الحراري هي أولا الأرثريتس اللي هو التهاب المفاصل، ثانيا النورايتس اللي هو التهاب الأعصاب، ثالثا السبرينز الالتواءات الحاصلة مثلا بالعظم أو بالمفصل، رابعا السترين اللي هو الإجهاد أو الضغط المسلط، خامسا الكونتيوشن الكدمات، سادسا السينوسايتس
التهاب الجيوب الأنفية. سابعا الباك بين، أي ألم الظهر. إذن هذه الحالات على جميعها تمكن العلم من علاجها بواسطة الكوندكتيف هيتنج. الطريقة الثانية اللي هي طريقة الـ IR هيتنج، الـ Infrared Heat Heating. The heat can be transferred to the body by radiation. أي الحرارة من الممكن أن تنتقل إلى البدي بواسطة الـ radiation، الإشعاع. It is used for surface heating of the body. يتم استخدامها لتسخين سطح الجسم، حيث أن هذه الأشعة أو هذه الموجات، أي موجة الـ IR، تخترق السكن إلى حوالي 3 مليمتر، وبالتالي راح تزيد من درجة حرارة السطح. This type of heating is used to treat the same condition of conductive heating. يعني أي أن طريقة رفع حرارة الجسم بواسطة الـ IR هي نفسها طريقة الـ conductive heating، لكن طريقة الـ IR لا تقتصر على مساحة السطح كما في الـ conductive heating، وإنما تخترق إلى حوالي 3 مليمتر. الطريقة الثالثة اللي هي الراديو ويف هيتنج، الدايثيرمي. في هذه الطريقة they are very useful for internal heating because the EMR have energy depend on their frequency. هذه الطريقة جدا مهمة لعمل heating أو internal heating، تسخين داخلي للجسم. والسبب في ذلك أن الـ EMR اللي هي Electric Magnetic Radiation، الإشعاع الكهرومغناطيسي، have energy depend on their frequency. E تساوي h mu، where الـ mu is the frequency. أي أن الـ EMR اللي هي قلنا الإشعاع الكهرومغناطيسي يمتلك إنرجي تعتمد على التردد، يعني عنده طاقة تعتمد على التردد. إذن العلاقة طردية بين الفريكونسي والإنرجي، ويتناسب عكسيا مع الويف لينث اللي هو الطول الموجي، ويعني بالتالي راح يتوصل إلى صنفين حسب الويف لينث للموجات الكهرومغناطيسية. الصنف الأول هو short wave diathermy اللي تكون تردده، مقدار التردد يساوي 30 ميجا هرتز. والنوع الثاني أو الصنف الثاني من الويف لينث الموجات الكهرومغناطيسية أو موجات الراديوية اللي هي long wave diathermy اللي يكون التردد فيها 10 كيلو هرتز. طبعا هنا الشورت ويف الموجات القصيرة يكون ترددها عالي جدا، لأن علاقة عكسية بين التردد والطول الموجي. لاحظ هنا باللونج ويف الموجات الطويلة يكون طولها موجي كبير، لاحظ ترددها قليل 10 كيلو هرتز. ملاحظة طلاب، الميجا هرتز يساوي 10^6 هرتز، أما الكيلو هرتز يساوي 10^3 هرتز. إذا لاحظ أن الفرق بين الترددات بالنسبة للأطوال الموجية. الطريقة الرابعة اللي هي المايكروويف دايثيرمي اللي يكون التردد فيها عالي جدا ومقداره 2460 ميجا هرتز. It is penetrate deep into the tissue and causing temperature rise and deep heating. أي أنه الميكروويف دايثيرمي تخترق الأنسجة بعمق وتسبب رفع درجة الحرارة، لأن ترددها عالي، يعني مع أن ترددها عالي راح تكون طاقتها أعلى بكثير، وبالتالي تستطيع أن تخترق
بعمق وتسبب تسخين للأنسجة داخل جسم الإنسان. أما بالنسبة للجزء الثاني من عنوان محاضرتنا واللي يخص الـ Cold in Medicine. Cryogenics is science and technology for or for of producing and using very low temperature. الكرايوجينكس يعني التبريد أو البرودة الشديدة، وهو علم أو تقنية لاستعمال درجات الحرارة الواطئة جدا في الطب، حيث يعني نستخدم هذه التقنية لحفظ أو يعني to preserve blood الدم والبون مرو أي نخاع العظم and soft tissue الأنسجة الرخوة. إذا الكرايوجينكس لها وظيفتين، اللي هي الوظيفة الأولى البلوت ستوريج، والوظيفة الثانية الكرايو سيرجري. المقصود بالبلوت ستوريج مقصود بها خزن الدم، ويتم ذلك بطريقتين. الطريقة الأولى الكونفنشنال ميثود، الطريقة التقليدية اللي يتم فيها تخزين الدم مع مضادات التخثر، واللي هي الانتيكوغولانت، ويكون هذا درجة حرارة 4 درجة مئوية. نلاحظ عند درجة حرارة 400 في هذه الطريقة أن نسبة 1% من الـ red blood cell كريات الدم الحمراء حيصير لها تحلل وتبدأ تتكسر في كل يوم، لذا يكون الدم غير صالح بعد مرور 21 يوم. لذا تم استخدام طريقة أخرى وهي long term storage أي الخزن لمدى طويل. في هذه الطريقة يمكن الاحتفاظ بالدم لفترة طويلة جدا إذا تم تجميده بسرعة في النيتروجين السائل. Blood can be preserved for very long periods of time if it is frozen rapidly in liquid nitrogen at minus 196 centigrade. أما بالنسبة للاستخدام الثاني للكرايوجينكس اللي هو الكرايوسيرجري، الجراحة باستخدام البرودة الشديدة. طبعا كلمة كرايو هي كلمة يونانية تعني يعني بارد أو مثلج. It is application of using cryogenics method. هي طريقة أو تطبيق يستعمل طريقة البرودة الشديدة. It has several advantages، لها عدة فوائد، لخصها بالنقاط الآتية: cause a little bleeding in the steroid area، يكون النزف قليل في المنطقة المتضررة عند تبريدها. ثانياً the volume of the tissue the steroid can be controlled، يمكن التحكم في حجم الأنسجة التي تم تدميرها أو الأنسجة اللي تعرضت للتضرر. ثالثاً little pain because low temperature tend to desensitize nervous، يعني ألم خفيف لأن درجة الحرارة المنخفضة تعمل على إزالة حساسية الأعصاب للألم. رابعاً very short recovery time، وقت قصير جداً في أو للشفاء. طبعاً لهنا انتهت محاضرتنا، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم.